أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ننتقل الآن إلى استديو تلفزيون دبي في مقر إكسبو 2020 دبي مع الزميلة هالة بوعلوان، ولقاء جديد يندرج ضمن فقرة رواد إكسبو للأعمال. صباح الخير هالة. صباح النور وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حوار جديد مع شخصية ريادية جديدة. كن ما تريد أن تكون، هذه هي فلسفة ضيفتنا التي عززت منشورات كتبها ومعارضها ومجموعة شركاتها من تفانيها في مهمتها باعتبارها مدافعة عالمية عن تمكين المرأة والشباب الضعفاء، خاصة من خلال مشاركتها في بعثات الأمم المتحدة في موزمبيق وأثيوبيا والسنغال وموريتانيا وهايتي وغيرها، مما ألهمها لتوطيد علاقات وثيقة مع المجتمعات المهمشة، وخاصة تحسين ظروف التعليم وريادة الأعمال والحلول المستدامة لتغير المناخ. للتعرف أكثر على هذه الرسالة القوية والملهمة، يسعدني أن أحاور اليوم السيدة نزهة علاوي، مؤسسة شركة مجموعة ميشاد وومن تشويس أو ما يسمى بخيار المرأة. Good morning نزهة. صباح الخير. صباح الخير، يسرنا استضافتك، يسرني أن أكون معكم. شكرا على كل الإلهام الذي تقدمينه لهذا العالم ليكون أفضل. نزهة، لديكم مجموعة ميشاد وهي كناية عن مؤسسات تركز على المرأة والمؤسسات العاملة للمرأة. ما هو الهدف من هذه المجموعة؟ لقد بدأت سيرتي المهنية بالعمل مع الأمم المتحدة، وبعدها وبعد البعثات التي ذكرتها، حيث أنه تمكنت من أن أزور تلك الدول وأتعرف على المشاريع في تلك المجتمعات، لقد أدركت بأن المرأة دائما تعطي المجتمع. وإذا ما عملنا على تمكين المرأة فنحن نعمل على تمكين الجيل القادم، وبالتالي نحقق أهداف تنمية المستدامة. انطلاقا من ذلك أسست مجموعة ميشاد، وهما اسم ابنتي، فقد كنت ميسون وشادين، هذا هو اسمهما. وأردت أن أكون رائدة أعمال وفي نفس الوقت أن أكون ناشطة في مجال الشؤون الإنسانية وأن أعمل في شركات تترك أثر اجتماعي. إضافة إلى ما ذكرته ومغامراتك كلها، أنت تركزين على نادي خيار المرأة وأطلقتيه في نيويورك وهو موجود في ميامي واليوم في دبي، أخبرينا أكثر. نادي خيار المرأة هو يركز على المرأة المثقفة، النخبة، رائدة الأعمال، رؤساء التنفيذيات، كنا ناجحات، كل تلك النساء، وأعتقد بأن قوة جمعهن مع بعضهن في ناد واحد يترك أثرا كبيرا ويدعم نجاح بعضهن البعض، وهذا عامل أساسي، وهذا ما يأتي به منتدى أو نادي خيار المرأة وهو موجود هنا في دبي. لمن يرغب بالانضمام إلى هذا النادي كيف يفعلون ذلك؟ يمكنكم التواصل معي على مجموعة ميشاد للمرأة على إنستغرام، وبإمكانهم أن يدخلوا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنادي خيار المرأة. أنت أيضا ناشطة وأيضا تعملين على تمكين المرأة ولديك عدد كبير من المتابعين، أخبرينا ما الذي قادك إلى اختيار هذا المسار، ولما لديك عدد كبير من المتابعين، ما الذي جذبهم لكي يتابعوك؟ بدأت قبل 11 إلى 12 سنة من قبل، وعلى إنستغرام كانت تلك المنصة التي عملت عليها تركز أكثر على الموضة، وبدأت بوضع المحتوى، وأنا بالطبع حتى لدي تجربة في مجال التصوير وعملت مع الأمم المتحدة كمصورة، ونشرت كتابا فيه الصور التي تبين وضع المرأة والشباب عالميا. لذلك قررت أن أذهب أبعد من ذلك، لا أركز فقط على الموضة والملابس، بل أركز على حياتي كامرأة والدة شابة رائدة أعمال. وبالتالي هذا المحتوى المتنوع والمستدام جعل من عملي ينمو أكثر وأكثر ويزيد من عدد المتابعين لي. هنا أعطي هذه النصيحة لكل من يعمل في وسائل التواصل الاجتماعي ويستخدمها، لابد أن تكونوا فعلا ثابتين في رسالتكم وواضحين. فكل من
ينظر إلى موضوع تمكين المرأة وينظر في هذه الحسابات على إنستغرام، بإمكانهم أن يجدوني ويجدوا كل ما أقدمه. أنت ذكرت الآن الأمم المتحدة، أنت شاركت في بعثات متعددة للأمم المتحدة كما ذكرنا، موزمبيق، هايتي، موريتانيا وغيرها. أخبرينا عن تلك البعثات. تلك البعثات كانت لبرنامج الغذاء العالمي. نحن كنا نركز في بعثاتنا على الحد من الجوع والفقر. في هذه البعثات فعلا تمكنا من أن نعرف ما هي التحديات في المجتمعات المحلية في ظروف لا ترينها كسائحة. أنا كنت مشاركة في تلك البعثات وعرفت كل تلك التفاصيل. شاركنا في مشاريع مختلفة، مثلا في الموزمبيق أذكر بأننا قمنا بزيارة مخيمات اللاجئين للأطفال الذين ولدوا وهم مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية HIV، لأن والداتهم كانت مصابة بذلك، ما الذي قامت به الأمم المتحدة لدعم هؤلاء الأطفال. وفي هايتي رأينا المرأة أيضا التي كانت تعمل على إعادة بناء هايتي بعد الفيضانات التي ضربت بتلك المناطق. الذكرى التي لا أنساها هو أنني دائما كنت أرى المرأة في هذه المناطق الفقيرة هي قائدة إعادة بناء قراها ومدنها وتقديم الأفضل للمجتمع. نعم، هذا مصدر إلهام كبير جدا. شكرا على هذه الرسالة. نزهة، إضافة إلى كل ما ذكرته، أنت ناشطة كبيرة في مجال أهداف تنمية المستدامة وتحقيق هذه الأهداف التي تبنتها الأمم المتحدة وهنا دولة الإمارات أيضا. ما هي مشاريعكم الأخيرة في هذا السياق؟ المشاريع التي نعمل عليها في أفريقيا وحتى في جنوب المغرب تركز على دعم المرأة لكي تطور المرأة نفسها وتصبح رائدة أعمال، لأنه في 2022 أن الاستقلال المالي للمرأة هو الحل لتمكين المرأة برأيي. وبالطبع هذا هو جزء من الهدف الخامس لأهداف تنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولكن أيضا يمس أو لديه صلة بالأهداف الأخرى 17. نحن نقدم للمجتمع ويعني هذا نساعد في مجال التعليم واستئصال الفقر وإلى ما هنالك. أنت أيضا رائدة أعمال نزهة، على وجه الأخص في مجال عملك واجهت الكثير من التحديات. ما كانت التحديات الأكبر وكيف تخطيتها؟ ريادة الأعمال هي مرادف للتحديات، ولكنها رحلة جميلة جدا. عندما ننطلق في رحلة ريادة الأعمال لابد من أن نكون مهيئين لتخطي هذه التحديات عبر رؤيتنا وشغفنا وإحاطة أنفسنا بكل من يؤمن بنا وبقدراتنا. وأيضا أنا كنت محظوظة جدا بأن ابنتي كانتا تؤمنان بما أقوم به، وحتى ذراعي اليمنى سارة التي عملت معي في السنوات العشر الأخيرة كانت دعما كبيرا، وتشارلز أيضا. نعم، الأسرة والأصدقاء كلهم كانوا داعمين لي. أنت تواجهين التحديات كرائدة أعمال، ولكن أحرصي على أن تحيط أنفسك بالأشخاص الإيجابيين الذين يدعمونك ولا يجعلونك فعلا تخفقين، بل يدعمون رحلتك رغم كل شيء. هل لديك أي مشاريع هنا في أكسبو؟ ما رأيك بقدرة أكسبو على تمكين المرأة والشباب وإلى ما هنالك؟ نعم، أكسبو فعلا هو هبة. أكثر من 192 دولة مجموعة في مكان واحد، فكمرأة بالطبع من الجانب الثقافي يمكنني أن أقول بأنه يمكن للمرأة أن تقدم الكثير ويمكن أن تنجح. وكرائدة أعمال ورئيسة تنفيذية امرأة بعيدا عن الشق الثقافي، أعتقد بأن هذه المنصة أساسية للتعافل في التفاعل فيما بين الأسواق المختلفة في كافة الدول. ما هي مغامرتك التالية؟ أنت تقومين بأكثر من موضوع في نفس الوقت، رائدات أعمال، تعملين في المجال الإنساني والأعمال الخيرية والعديد. لدينا هذا الكتاب كوني قائدة، بليدر أو كن قائدا، فبالطبع هذا هو الكتاب، هو البداية فقط، وستؤلفين المزيد من الكتب، وأصلا لديك الكثير من المنشورات. ما هي المغامرة التالية؟ أخبرينا. أنا أعيش بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، وأنا أحاول أن أؤسس نفسي أكثر هنا في هذه المنطقة وتواجد أكثر هنا.
كامرأة عربية لدي حياة دولية، إن صح التعبير، قد عشت في الخارج، أريد أن أقدم أكثر لهذه المنطقة لأنني أعتقد هناك الكثير من التغيرات الإيجابية التي تساعد المرأة. المرأة هنا فعلا قد تم استثماري في تعليمها وحصلت على التمكين اللازم، ولكن من خلال توفير النظام والمنصات المناسبة للانتقال إلى المرحلة الثانية هو المغامرة التالية. شكرا جزيلا، أتمنى لك حسن التوفيق وشكرا على تواجدك معنا. شكرا لك هالة.